اهلا حضرتك. محمد عبد الله من قريه القضاء مركز كفر صالح الشرقيه. حضرتك من اهالي قريه القضاء، وانتوا عملتوا مبادره جميله جدا ان انتوا بتحاربوا جشع التجار وغلاء الاسعار. نعم. قول لي ازاي فكرتوا وايه اللي تم بالظبط؟ والله بمساعده شباب القريه بالخارج، كلمناهم وتعاونوا معنا، والقريه معروفه انهم ناس بتتعاون على طول. بعتنا لهم كلموهم يدعمونا، بعتوا لنا فلوس، بدأنا نشتغل على النقطة ديت، نجيب عربيات بخضار ونبيع بنص السعر. يعني لو السعر جاي مثلا ب 4 جنيه لكيلو الطماطم، بنبيعه ب 4 جنيه كيلو الطماطم. واحنا كشباب او الناس اللي موجودة بتتحمل، هي تعبها وهي اللي موجودة وبتشوف حاجة. بالنسبة للحمة برضو اشترينا 5 عجال وحطيناهم، كل يوم بنذبح عجل، بنبيع بسعر 100 جنيه، هي بره ب 130 جنيه، احنا بنبيع ب 100 جنيه. في بعض الناس الغلابة كده بنقدر نتساعد معاهم، يعني هم أهل القرية كلهم متعاونين مع بعض. يعني دلوقتي المبادرة ديت اللي تكفل بها شباب مسافرين خارج مصر. نعم. بس هم من القرية نفسها. نعم، ومن نفس القرية. تمام. نعم، من نفس القرية. كلفوا حضرتك ومجموعة أخرى معاك. نعم. ونزلتوا اشتريتوا 5 عجال. نعم. وبتنزلوا كل يوم تشتروا خضار، بطاطس وطماطم. نعم. وفلفل وبدنجان، اللي هي الحاجات اللي سعرها اترفع بشكل. نعم. يعني خرافي. وبنيجي على على اماكن الشوارع الكبيره، وكل شارع بنحط عليه بياع، مش بنبيع في مكان واحد عشان الناس ما تزحمش عليه. في تمام. كل شارع كبير بنحط عليه بياع يبيع الحاجات دي. يعني مثلا النهارده الطماطم سعرها بتتباع في حدود 10 جنيه. نعم. 7 جنيه. نعم، بنبيعها ب 5 جنيه النهارده. 5 جنيه. نعم. طب والبدنجان، يعني انتوا بتجيبوا الحاجات اللي هي يعني الليمون، انا اللي في حاجه الناس، الليمون بيقولوا انه ب 20 جنيه، هل لا احنا بنبيعه ب 12 جنيه. ب 12 جنيه. نعم. تمام. طيب الـ يعني العربيات والفروق الاسعار والحاجات دي كلها احنا بنتحملها من جوه. يعني مثلا العربيه بتاخد لها 100 جنيه تروح تجيب من الدكه، من جوه بتروح تجيبه من المبايع الكبيره، بنجيب من ابو كبير ونجيب من المبايع الكبيره وتبيعه بسعر الجوه. اه نعم. طيب اي حد بيشتري عادي ولا انتوا اي حد بيشتري؟ يعني انت بتحط البايع يبيع. نعم. لاي حد. نعم. شرط غني او فقير مش مشكله. نعم. انت عايز توصل الرساله بتاعتك؟ عايزين نوصل للناس ان الحاجه ايه موجوده، بلاش جشع. الاسواق طبعا متقفله خالص عندكم، مفيش اسواق بتشتغل؟ مفيش اسواق عندنا خالص. نعم خالص. اول ما رئيس الوزراء اصدر القرار مفيش تجمعات. نعم. تمام. طيب انتوا كل يوم بتذبحوا عجل بيتباع كاملا؟ كل يوم بيتباع كامل لغايه الظهر، بيكون بيتباع الظهر. بتذبح. نعم. مثلا الصبح الساعه كام؟ بنذبح الصبح الساعه 9 والساعه 1 بيخلصوا. كل خلص. نعم. بتبيعوا الكيلو ب 100 جنيه؟ بنبيع الكيلو هو بره ب 130. لحم بلدي، عجل بلدي قدام الناس. نعم. تمام. ما فيش اي مبادرات يعني بالنسبه للمثل الناس اللي هي ظروفها في القريه؟ أكيد. عندها ظرف اكيد كلها وضع خاص كمان. أكيد. اكتر كمان من كده وضع خاص. اكتر من كده اكيد. نعم. بتحاولوا ترعوهم بتوصلوا لهم اشياء؟ مش بس كده، ده احنا بنعمل حاجه وبنوصلها لهم البيوت. في ناس ما بتطلعش من بيوتها، احنا بنعمل حاجه ونوصلها لهم، بنص كيلو لحمه على شويه خضار ونوصل لهم البيوت. تمام تمام. ده طبعا علشان جشع التجار. نعم. والاسعار. نعم. اللي غليت قلت غلاء وفرض حظر تجوال على الناس، والناس برضو مش عايزينها تخرج بره، وعايزين نقفل على نفسنا في القريه. القريه كبيره، عدد سكانها حوالي 14000، ما هي صغيره يعني، وفيها كل حاجه، فيها كل الخدمات. جميل. فبنحافظ جميل. على الناس اللي موجوده في القريه. شكرا.